في ناس وايد أمس سألتني في اللوبس ما إيش رأيك في كلام مريم حسين اللي قالت إن الفيديو مفبرك اللي اشتمت فيه حسين منصور. أنا أقول هذا حيلة تلجأ لها بعض المحامين بس حيلة ضعيفة. بقول لك شيء يعني عشان من قلب محب مريم حسين، مو يعني أنا ما عندي، أنا ما كره، يمكن ما يعجبني أسلوبك، ما يعجبني طريقتك، ما يعجبك هذا حق مشروع نفس ما أنا ممكن ما أعجبك، بس بقول لك شيء، في شيء اللي قاعد يقول لك هذا قاعد يخدعك لسبب بسيط، لأنه بنفس الفيديو طلعت فيه أمك، ولا أمك بعد مفبركة، ماشي؟ هذا أول نقطة، راح يطالعها القاضي ومحامي الخصم. نمبر 2 حبيبتي، في شيء في وزارة الداخلية اسم الأدلة الجنائية بصمة الصوت، راح تروحين هناك تحديدا عشان أريد أن أنا أفهم بالقانون وأعرف كل دوائر وزارة الداخلية، راح تروحين مبنى الأدلة الجنائية في مبارك الكبير، هناك راح يسوون تست صوت يقطعونه بنفس الفيديو اللي في الشتم. تدرين حتى لو رفعتي تون أو نزلتي تون أو حاولت تغيرين الجهاز راح يكشفك كل شيء. بعطيك بالمختصر المفيد، أنا هذه نصيحتي، تبون تأخذون أخذوا، ما تبون كيفكم، الاعتذار هو الوسيلة الأخيرة وهو الوحيدة. أنا أعرف حسين منصور وأعرف عيال منصور، ناس جدا محترمين ومو طلابين شر، رفعت لهم على حسين منصور قولي له أبو منصور يبا أنا غلط وحقك علي، وشنو تبي من اعتذار، قول شنو تبي وأنا حاضر. هو عاد يقرر يبيك تطلعين تعتذري لقدام الناس من حقه تعويض، لأنه هو بالحالتين انسجنتي أو ما انسجنتي وراح ياخذ تعويض، هو بالحالتين ما أخذ تعويضه من الدولة، ما عندك راح يزيد فترة السجن مقابل المبلغ اللي راح ينحط عليك كتعويض حقه لأني قذفتيه في عرضه في شرفه. فأقول لك يبا أنا ما أعتقد أن حسين منصور رجل طلاب شر، وأكبر دليل أنه مو عايشه إنه أخذ إجراءاته وما أعلن حق الناس ولا قال شيء، مش بسكات، خذ الحكم بسكات. فحبيبتي رفع لي التليفون وريال أبو وقلبه كبير، إن شاء الله تتوصلون لنتيجة تعويض تدفعي له يتنازل فيه عن الحكم أو القضية، وكف المسلمين شر القدم. غير شيء أنت مرضى نفسك وفي الآخر أنت الخسرانة وأنت حرة. يلا استعدوا، الساعة 8:30 طالعة مع روح مرياض، البنية هاي وايد أحبها وقصرت وايد حقها فترة وجودها بالكويت، معاي دينا المالج ومعاي جوري سبارك.